الصحافه اللي عملناه من يومين عشان يشوفوا ايه اللي بيحصل في مصر من انجازات. وانا مهتميه كنت ان هم يشوفوا النهارده مستشفى 57 357 عشان يشوفوا قد كده البلد بيحصل فيها حاجات جميله جدا احنا مش عارفين عنها في الخارج. انما قبل لما يعني اتكلم في هذا الموضوع عايزه اقول لكم زي ما الدكتور وائل كان قال انه انا فعلا جيت هنا من يومين الحقيقه.